دي اكيد بتاعت ولا حركة. عارف لو باخد فلوس كل مرة يتقالي ما تتحركش. اهلا بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكل مستر لي في المطبخ بيحضر للحفلة. حلقة جديدة من سبايدر مان ريماستر. أتمنى أن تنال إعجابكم. إذا عجبك المقطع لا تنسى من الاشتراك. إذا عجبك محتوى القناة لا تنسى. عفوا تني أنت مني خطيت. إذا عجبك محتوى المقطع لا تنسى من اللايك. وإذا عجبك محتوى القناة لا تنسى من الاشتراك. خلينا نكمل. أوكي خلينا نشوف إيش عندنا. آسف إني تأخرت. في الوقت المناسب. شتتها لحد ما كل شيء يبقى جاهز. تمام فهمت. شكله في حفل او هي عمتي المفضله هي. ممكن عيد ميلادها. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اساعد. ايوه طبعا في صناديق تقيله. لا 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 اقصد لسه قصدي انا جيت انا بس كنت عايز اتكلم. تمام ماشي. بيتر انت في مشكلة؟ عايز فلوس؟ لا هو انا متأخر شوية في الموضوع بس لا لا انا كويس. بعض الاولاد ما يجي عندهم لا ده جنون. اتمنى علاقتك بام جي تستمر. دي بنت كويس؟ هي فعلا بس انتوا ممكن تخلفوا اطفال حلوين. واو بيتر يا الله بالعجوز. ايه الموضوع؟ يلا ممكن تقولي. الكام سنة اللي فاتوا انتي ساعدتيني في الكلية وفي الشغل. انتي ضحيتي كتير قوي وما طلبتيش اي حاجة. بتمنى يبقى في ناس كتيرة زيك في العالم. هو على حق. من 5 سنين انتي جيتيلي هنا وقلتيلي ان انقاذي للناس كان مصدر الهامك. ودلوقتي انتي اللي بتلهميني. شكرا ماي على كل شيء. في صحة سنين خدمة كتير. اوكي اتوقع عيد ميلاد في البداية. اوكي وش قصة الرجال على الكرسي قبل شوي؟ كنا حاطينه منظر بس. شكرا مرة تانية على كل حاجة. بتمنى لو اقدم لك اكتر. تمام ماي كانت تقولي لو ساعدت حد. كأنك ساعدت الكل. نخلي ماي تروح مبنى البلدية وتقول كلمة مع العمدة. لازم امشي. شكرا تاني على الحفله وكل حاجه. ده كتير بالنسبه لي. بره حلو. ايه كمان اماكن حقت الهوملس دي في امريكا اذا مفضلني اللي تيجي تنوم فيها بس ممكن اصلح الجزمه دي عشان تعيش اطول. هذا مبسيه ايش فيه. طب وكلبي؟ تتكلم يتكلم عن كلب أو شيء. بيلبس لبسه الحين. شو رأيكم؟ عجبكم اللبس؟ رسالة صوتية من يوري. ازيك؟ الإنذار الصامت بتاع مزاد ممتلكات فسك اشتغل. تعرف تشوف فيه إيه؟ بهدوء مش عايزه دوشه عشان لو الموضوع طلع هايف. بيع ممتلكات فسك شكله متعه. يا ترى كينج بين مخبي ايه في خزنته؟ معانا بيتر. انا مش لاقيك في الحفله. كان لازم اروح المعمل. انا اسف. ما تعتذرش. اللي قلته فرق معايا جدا. انا بسال دايما لو انا كانت معاملتي معاك كويسه. كفايه اسئله. بعد ما اهلي وعمي بان ماتوا كنت هنهار اكتر من مره لولا انك فضلتي جنبي. تمام ده شعور متبادل يا بيتر. كنت
عاوزة أتأكد إنك عارف ده بس. ماي أنا مش عارف أقول إيه. أظن إن السيد لي محتاج مساعدة. هروح أشوفك قريب. بحبك. وأنا بحبك. الله وين ذي القادة فيه؟ ما عنديش إرسال، لازم أدور على أبراج زيادة عشان أشغلها. الاعتداء مستمر. البلاغات بتقول ان الحدث في سنترال بارك. حلو خلنا نحله بصراحة. خلاص خلينا نمشي يلا. ما نسيت تضغط اكزت. ايوه الشبكه ما هي عشوائيه. يوري قالت بشويش لازم مدخل خلفي. بدأ الصبر يخلص. الملف موجود فين؟ في حد تاني هنا، هم أكيد أخدوا الأقنعة دي. مين الناس دول؟ مفيش أي حد هنا غيرنا. إحنا هنلاقي الملف وإلا هتموتي. الوضع سيء، هيقتلوها لو نبهتهم. لازم أستبعدهم بهدوء. يوري، الإنذار الصامت حقيقي، مسلحين مقنعين ورهينة واحدة، شكل في عملية سطو هتتنفذ. تمام، هبعت لك قوات، ما تخليش الدنيا تبوظ لحد ما يوصلوا لك. هعمل كده. لازم أتحرك بهدوء. كم الصيني؟ مش عايز أنبه التانيين. What؟ شكلهم بيرتاحوا وهم ملفوفين بالشبكة. أنا لازم ألفه من فوق. بالراحة. حلو نمط الصوت. اقعد هادي دلوقتي. اشتغل. لكن باتمان. في حد جاي. هيشوفوني هنا. انا مش بصبر كتير. متأكدة ان في حد تاني هنا؟ اكيد معاها الملف. لو هما هنا هما فين بالظبط؟ معرفش بجد. ينجين زين دادين يو كايلا. هذا ما مسدس.
听到有声音，我的，سبحان الله，ما سمعك。一定有事，老叔。该死的海龙，نومك. Hey, إيه ده؟ كاميرا. دي أكيد بتاعت. ولا حركة. عارف لو باخد فلوس كل مرة يتقال لي ما تتحركش. أهلا بيت. أم جي أنت بتعملي إيه هنا؟ زي ما بتعمل بشتغل أو كنت بشتغل. أعتقد إن ده بتاعي. أيوة شكرا. روبي خلاكي تغطي الاقتحام لصالح بيوجل؟ تمام. روبي ما يعرفش ان انا هنا فعليا، وما كانش اقتحام لحد كام دقيقه فاتوا. خلينا نشرح. اوكي 15 دقيقه قبل 15 دقيقه. أنا أسفة. أهلاً، أنا ماري جين واتسون وبغطي بيع مبنى فاسك. أهلاً، كريج قال هنعمل ده بكرة. أنا بحب أخد كل حاجة. طب أنا مش هقدر، لازم ترجعي تاني بكرة. تمام، صح، أنا أسفة. هاي كريج. لا أسفة، بس شكلنا كده هنشوف حاجة تانية نغطيها. مش عارفة، ممكن القطعة التعبيرية؟ عارفة، أنا أقدر أعمل شغل النهاردة. أكيد. أنت هنا؟ مفيش أحلى من كده. شكراً. كريج، ولا يهمك. تمام. يلا بينا نبدأ. اقطع. طب ليس الكذب؟ الكذابة. شوفي المكان وبصي على الحاجات. هستناكي جنب تمثال باكو لما تكوني مستعدة تبتدي. تمام. كان هذه أشياء يابانية. فهمت لي بيتر عمل كده، لكن عمري ما حبيت جملة الأبطال مستخبيين ورا قناع. تقريباً طالما إنك البطل يبقى لازم تتحمل نتيجة أفعالك وتفضل تقول أنا اللي عملت ده. دي نوعية الأبطال اللي نفسي أبقى زيهم. هذه أشياء يابانية بس بالكامل. كاتانا من عصر. فسك ضرب بيتر وعوره بده في أول مرة تخانقوا فيها. يومها بيت هرب وأغمى عليه في صالة بيتي، وكان لازم أسرق عربية بابا علشان أروح بيه المستشفى. دي كانت بداية لحظات الممرضة إم جي الكتيرة جدا. هذا شوي. فاكرة لما فيسك بدأ يستورد الآثار عن طريق التهريب؟ ساعتها اشترى المينا عشان يخبي فيها الآثار وسرح الموظفين القدام، كان من ضمنهم بابا. أتمنى لو كان لسه عايش عشان يشوف قد إيه الدنيا دوارة. هذا أعمى كان. ساعات بحس ان تاريخ العالم كله مجرد اولاد بيلعبوا لعبة الحفلة التنكرية ويتخانقوا مع بعض. بس ده الرسم ينان يانج ولا ايش؟ انا مش عارف انسى الصورة دي، مليانة بالصراع ما بين التمثالين. اوكي هذا زي الحراس او شيء. بدي اقرا ثقافة اليابان. كيوتو جميلة قوي. من أمنيات حياتي أن أسيب كل حاجة وأسافر وألف العالم، لكن حياتي وشغلي هنا. فسك سمى ده إيه؟ قولي لما تكوني جاهزة نبتدي. كده تمام؟ جاهزة. يلا نبدأ. نبدأ بالجايزة. قطعة فريدة من كاكيمون باكو. جميل. هو ده المفوني؟ صح. الأستاذ فسك عنده ذوق خاص. كنتي تعرفيه كويس قبل ما يتقبض عليه؟ في السياق المهني اهتميت بكتير من مبيعاته. خلينا نكمل من فضلك. ايوه اسئله كانت حرجه.
اوكي ليش فين ذي الفيلم الام هداي انا صور دلوقتي. القطعه الرائعه دي بتمثل تاثير قلوب تراشيكومي الفني بالحبر. تمثالين النيو رائعين عشان كده فيسك بيحبهم. ده اسلوبه طبعا، حب الازدواجيه، صرخات التدمير، لكن الابتكار يعمل فيه صمت. كان في اي حاجه مش طبيعيه في اي مبيعات؟ 180 سم زياده. لا لا طبعا لا، على حسب معلوماتي لا. ابقي خدي بالك من شكل الذهب على طقم الشاي للاحتفالات. حد من اصحابي عند المدعي العام قال لي ان فيسك بيغسل فلوس من مبيعات الفنون. انا متاكده اني ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. سمحتي مساحه شويتين. انا عارفه، كنت بس بسال بما ان اتقبض عليه لو لاحظتي في يوم اي حاجه غريبه. تعرفي في الحقيقه انا ما عنديش وقت خالص، خلينا نجيب صوره الغلاف طالما معانا وقت. لما قلت لصديقي عند المدعي العام اني بعمل حوار معاكي قال ان اسمك مألوف. خلينا ناخد الصوره بس، اقفي هناك. انت متاكده انك مش عايزه تقولي حاجه مش بطريقه رسميه بخصوص انشطه فاسك؟ ما اعتقدش ان قرائك هيهتموا ب... مش ممكن، استني هنا لو سمحتي. لحظه، هو ده لازم اخد صوره، المفروض ده. ما فهمت كراج، هكلمك بعدين. حبيبتي رأي انك لازم تمشي. ممكن ادخل الحمام بسرعه؟ تمام، تعالي معايا. شكرا. ده اقدم عذر قد سمعت. بجد حلو فعلا. اكيد، وهتكون اخر مره تشوفيها. حمام السيدات في الجنب. طيب بسرعه. الزبده أكيد. اخر مره تقول. هرجع بسرعه. يعني تقول جلست في الحمام طول الوقت؟ اهلا يا كريج، كان المفروض تتصل لان الصحفيه اللي بعتها من الواضح انها مش بتكتب المقال اللي اتفقنا عليه. لا هي هنا دلوقتي. لازم ادخل الاوضه اللي ورا دي، لو ظني للتمثال ده في محله فدي هتبقى قصه كبيره قوي ليا. يعني ايه اضطر يحدد ميعاد تاني؟ لو دي مش صحفية من عندك أمال دي مين يا كريج؟ مين دي اللي في دار المزاد بتاعي؟ بعد صبيحة. مش مصدقة. لا مش واثقة إنك ممكن تقدر تصلحه. أول حاجة هعملها إني هخلي الأستاذة المحققة الصحفية يتقبض عليها. تاني حاجة هعملها إني هقتلك يا كريج. ياه دي زعلانة. بتقتلك. في تتكلم معايا عن ده؟ فيسك بيستخدمه علشان يخفي أدلة. ليه الشرطة ما تقبضش عليه؟ عارفة إن التمثال ده بيتفتح، بس إزاي؟ اللي وراهم ده النيو، بس شكله مختلف. ليش أحسن ناس إيش؟ أكيد بتحس بالراحة مع فيسك. ما لاحظ شيء هنا. هذا وش التمثال بيتحرك. الوضعية المعروفة أكتر هي القوى الكامنة. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. ليش هذا مصبت غريب؟ ده شكله شايل حاجة. ما
يمكن القطعة دي بتتحرك. لحظة لحظة لحظة، ما كنا نوصف ذكرينا قبل شوي. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. الفم قفل. الدليل كان في وضعيتين، بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين. يمكن المفروض ادور الراس. قالت اللي تحت. لا لحظة. جميل. حلو. قربت جدا. بس في قطعة ناقصة. ايوه خلاص ما نقدر شيء اساسا. ممكن عند الصورة. ما في شيء اقدر اضغط حتى. انا شفت دول قبل كده. العصا صح. خذ العصا حقتك. في حاجه غلط. ورنا الصوره. اليد اللي تحت والمعصم ما ادري شلون. ثواني. هو ده. ايوه نورمان أوسبورن. هو ايه ده؟ ديفلز براث. ايه هو ديفلز؟ انفاس الشيطان. لو سمحت يا فندم، ما ينفعش تكون وحش. التمثال فين؟ في جوه هناك. باونجين زاسو لاي. صينيين واضح صينيين. كنت في طريقي خارجة شفتك. محظوظة لأنك لسه عايشة. ده اللي قاله اللي أنقذته من 5 دقايق. اسمع، أياً كان المقنعين دول عايزين الملف ده، بس مش هقدر أخرجه من هنا وإحنا متحصرين. طيب ماشي. استخبي هناك، أنا هقضي على الأشرار واخرجي لما أمن المكان. خطة حلوة. يلا يا بطل. مبسوطة أني شفتك. أنا طرفة. كمان الله، بس مش ده بالظبط اللي تخيلته عن لقائنا تاني. مضحك. ده بالظبط اللي تخيلته. هي غيرت برفانها؟ ركز يا بيت ركز. والله اني دايما شيدو. تمام اكيد. لازم اتخلص من الناس دول قبل ما اكمل. يوسف اطلع سيما. تمام يا بيت، انا مستخبيه جنب المدخل، قول لي وانا هخرج. هعمل كده. طب والملف ده ايه جواه؟ الناس دي عايزينه قوي كده. ملاحظات عن شيء اسمه ديفلز براث، عينه فيسك مخصوص عشان يبني ليه معمل سري. مش واضح ايه هو ديفلز براث، بس فيسك خايف منه، بيشبهه بصندوق كبير مليان شر. مش اي حاجه تخوف فيسك. لازم نخرجك انت والملف من هنا. امسكي نفسك. أرجوك ما تأذنيش. يلا بينا.
ولا صوت. لازم أفضل ساكت. نام يلا. تمام الأوضة أمان. خليك هادي يا بيت. أكيد ما توقعتش إن ده يحصل. اشتغل بهدوء. بس أحس إن الموضوع أوكي. كان حق باتمان أحلى. إيه ده؟ فيسك ده عنده حاجات كتير. أنا فاكر ده. كان فيسك مسميه إيه؟ كده كلهم. سيبني بقى. إم جي. بس لا انتوا مش بتعاملوا الرهائن كويس يا شباب. واو، ايه كل الحاجات اللي بتلمع على ايدك دي يا جماعه؟ هو انتوا اشباح؟ ما حاربتش اشباح قبل كده. اقصد اني حاربت الاطياف، لكن زي ما انتوا عارفين الاطياف مش زي الاشباح. كل الاشباح اطياف بس مش كل الاطياف اشباح، فاهمني؟ ام السخافه دي خايسه. الموضوع له علاقه بالطاقه مش بالاشباح. تمام، محاربه شبح كانت من امنياتي القديمه قوي. التمارين اليومية تمام. حلو.
شكلها أنتيكة. أعتقد إن أعرف حد يقول لي دي جاية منين. هبقى أشوف ده بعدين. لسه مكلمك ريج. مش أنت المراسلة اللي بعتها ولا شغالة في فنون التراث؟ ما قلتش كده. هاي ماري جين واتسون ديلي بيوجل. أنتي مش هتكتبي كلمة عن اللي شفتيه للتسجيل. تعرفي إيه عن الملف اللي سرقه المقنعين؟ ده معرفش. تعرفي إيه عن تاريخ البضاعة المسروقة اللي بيغسلها فيسك في بيت المزاد؟ محررك هيعرف كل حاجة من محامينا. يقطع بليس والله. ما هي هينة البنت ميك. أوكي وكأن الست شهور ما حصلوش.